السلام عليكم، معكم نادية، مدربة تنمية ذاتية دولية ومعالجة بالطاقة ومبرمجة لغوية عصبية تخصص الصدمات. اليوم سوف أتكلم عن الطريقة الصحيحة لجذب الأشياء. مثلا تريد أن تجذب عطر، من بين الشروط ليتحقق الجذب يجب أن تكون شاكرتك متوازنة. ثاني شيء أن تكون في طاقة إيجابية. ثالث شيء أن تحدد الهدف الذي تريده والوقت الذي تريده بالتحديد لكي يتجلى الهدف. وبعدها تتخيل أن الهدف يدخل عبر شاكرا العين الثالثة ليستقر في اللاوعي لديك، وتتخيل أنك مثلا استقبلت العطر وشممته ورششته وعشت الشعور استقباله. وبعد كل هذه الأشياء تنسى العطر لكي يتجلى بحياتك. لا تفكر من أين يأتي ومن سيأتي به ومتى، لأنك حددت كل شيء. فأترك الطاقة تشتغل لكي ينجذب إليك الهدف بكل سهولة. الانتظار طاقة سلبية، لن يأتي الهدف بالانتظار. يجب أن تكون شاكرتك متوازنة، أن تكون في ذلك اليوم بطاقة إيجابية، أن تكتب الهدف باللون الأحمر بتفاصيله وموعد استقباله، وتجذبه عبر العين الثالثة ويستقر في اللاواعي، وتتخيل أنك استقبلت هذا العطر وعشت شعور استقباله. وبعدها تنسى كل شيء، وأؤكد لكم أنه سينجذب.